سؤالي عن ماهية الروح بعد الوفاة وكيف يشعر الجسد من غير روح. الجسد لا يشعر، ما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها، الذي يشعر هو الروح. وإذا كان هناك تضييق كقول النبي إن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، فهذا تجليات الروح، الروح تشعر بالقبض أو تشعر بالانفراج. والروح داخلها نفس، وهي النفس الناطقة المؤاخذة. والزمن عند الله ليس كالزمن عندنا، فكل دقيقة في الملأ الأعلى تساوي 2000 سنة، تساوي 33 سنة، من كل ساعة 2000 سنة. يعني سيدنا المسيح رفع منذ ساعة، وسيدنا محمد انتقل من 3/4 ساعة. فهذه الروح ماذا تشعر؟ يعني عبال ما تشعر بضيق ولا برائحة كريهة تكون القيامة قامت. ما تخافش، وبعدين اتقي الله عشان ما تخافش.